اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الاستماع والنطق المستوى الاول للمبتدئين. لو عاوز تتفرج على بقية الحلقات وده مهم جدا ليك هتلاقيهم في الديسكريبشن او تحت الفيديو على طول قائمة تشغيل الاستماع والنطق المستوى الاول للمبتدئين. يلا بينا في حلقة النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتساعدك في انك تنطق بطريقة افضل وهي الماجيكال اي او الاي السحرية. الاي السحرية في الانجليش ده اختراع لما بنحطه في اخر اي كلمة بتخلي الصوت اطول. يعني هديك شوية امثلة وشوية كلمات وانت تبتدي تفهم الموضوع اكتر. خلينا نبتدي الاول بحرف اليو او صوت اليو. عندنا كلمة زي cut، لكن لو حطينا بعد التي اي لو حطينا في اخر كلمة اي بتبقى cute. hug اليو هنا بتتنطق لكن لو حطينا بعد الجي اي بتبقى huge وهكذا. يبقى الاي بتخلي الاه يو الصوت الطويل. عندنا كمان top لو حطينا اي في الاخر الكلمة تتنطق ايوه tube. طيب هل الكلام ده مع اليو بس ولا مع حروف تانية كتير في الانجليش؟ طبعا حروف تانية كتير في الانجليش زي ال A وخلينا اديك عليها مثال fat اوكي لو مفيش E لكن لو حطينا E صوت ال A بيبقى الصوت الطويل بتاعها اللي هو ال A الصوت العادي بتاعها يعني اللي هو لما بتيجي تقولها كحرف ده معنى الصوت الطويل. فبدل ما تقول fat بتقول fate، بدل ما تقول plan عشان الكلمة دي بنتلخبط فيها تقول الصوت الطويل اللي هو صوت الحرف لو انت بتنطقه كحرف اللي هو ال A plain اوكي. بدل ما تقول at تقول eight، بدل ما تقول hat تقول hate وهكذا. عندنا كمان حرف الاي لو ما فيش اي في الاخر بيتنطق ايه عادي، لكن لو في اي في الاخر بننطق الصوت الطويل اللي هو صوت الحرف ده معنى كلمة صوت طويل. يعني sit sight head hide eye pin pine. عندنا كمان ال O صوت ال O الطويل بتاعه هو صوت الحرف. احنا اتفقنا الصوت الطويل اللي هو الصوت بتاع الحرف لوحده اوكي. في كلمات مثلا زي rod هنا ال O بتنطق لكن لو حطينا E في الاخر تبقى road. كمان عندنا مثلا rob لكن لو حطينا E تبقى robe. mod لكن لو حطينا اي يبقى الصوت الطويل يبقى مود. يعني خلاصة الموضوع حرف الاي لو في اي في الاخر بيتنطق زي ما هو اي، لو عندك اي تتنطق زي ما هي اي لو في اي في الاخر، لو عندك او تتنطق زي ما هي او لو في اي في الاخر، واليو تتنطق زي ما هي يو لو في اي في الاخر. ده معنى كلمة الماجيكال اي. طب ما تيجي ناخد امثلة مع بعض وتمرين عشان نثبت المعلومة. يلا بينا. التمرين ده طلع اكسرسايز ده بمنتهى البساطة ان انا هنطق كلمة من الكلمات اللي احنا خدناها وانت هتحدد اي كلمة انا نطقتها اوكي، بما انك هتختار كلمة من الكلمتين. يلا بينا. cute اختار كلمة من اللي ظهر على الشاشة. very good اللي اخرها ايه عشان نطقنا صوت ال U cute. اللي بعد كده pen انهي كلمة؟ مظبوط عشان ما فيش اي P-I-N pen. hug very good. made دي كلمة جديدة ما خدناهاش بس المفروض تحدد برضو. مظبوط مش mad في اي في الاخر والاي اتنطقت اي فهتبقى made. perfect. تعال نخش على exercise تاني هو عبارة عن dialogue او حوار. الحوار دوت فيه كلمات هنكملها عشان الحوار يميك sense يعني او يبقى منطقي اكتر. يلا بينا. I use a rod to fish. اختار. I have a plane to catch. Why are you mad at me? In England, they call the subway the tube. This is
A huge city. I hate him a lot. We love to hop together. He is fat, and this is his fate. Very good. تعال نقرأ كمان مرة ونشوف انت اخترت الإجابات الصحيحة ولا لا. I use a rod. Very good. To fish. I have a plane. أنا كسرت الـ A فهتبقى بـ E. I have a plane to catch. Why are you mad at me? Very good. اللي اختار mad هو صح. In England, they call the subway the tube. This is a huge city. I hate him a lot. We love to hop together. He is fat and this is his fate. لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تدعمني بتعليق وتعمل اشتراك في القناة وتشارك الفيديو عشان نفضل نستمر في ان احنا نقدم المحتوى اللي صدقني بيبقى مكلف جدا بالنسبة لنا سواء في الاحضار او في التحضير او في المونتاج. لكن بنحاول نقدمه لك مجانا عشان ننشر المعلومة والحاجة الوحيدة اللي تقدر تساعدنا بيها ان انت تنشره معانا عشان نقدر نستمر. شكرا ويخليني اشوفكم على خير.